مستخدمي الضمان الاجتماعي الاتحاد المغربي للشغل بوقفه احتجاجيه من جديد متزامنه مع اضراب جهوي في مدينه الدار البيضاء بالاداره المركزيه والوكالات والمديريات الجهويه والوكالات والمصحات، وذلك احتجاجا للمره الثانيه على الاداره والحكومه التي لم تستجيب منذ الوقفه الاولى منذ 17 شتنبير، لم تستجب للمطالب المشروعه لمستخدمي الضمان الاجتماعي. فها نحن اليوم نحتج من جديد، وذلك نحتج على الصمت الحكومي، صمت الجهات المعنيه والجهات المسؤوله على هذه المؤسسه لعدم تجاوبها مع هذه المطالب. لاننا نعتبر هذا الصمت بمثابه تواطؤ الحقوق الدستوريه للمغاربه، بتواطؤ الحقوق الاجتماعيه للمغاربه، اكثر من هذا نعتبره بتواطؤ الخطاب الملكي الأخير الذي أعطى توجيهاته الحكومة، والتي تعتبر من التوجيهات الأساسية للسياسة العمومية في المغرب، أن تقوم بحوار اجتماعي مع المركزيات النقابية، وهذا ما لم تقم به هذه الحكومة. وسوف نظل نحتج إلى أن تستجيب الحكومة والإدارة لمطالبنا المشروعة. المطلب الرئيسي الذي هو إدماج فئة المتعاقدين والمتعاقدات داخل المصحات، فتعنت الإدارة واستمرار يعني سد الباب واعتبار هذه الفئة كمستقلين يجعل الجامعة تستمر في مخططها وفي برنامجها النضالي، وهذا البرنامج سيستمر إلى حين حل مشكل المتعاقدين والمتعاقدات وحل كذلك الملف المطلبي للجامعة لباقي الفئات. الزيادة أو توفير الموارد البشرية اللازمة حتى ترفع الضغط على مستخدمي هذه المؤسسة، الضغط والقهر المهني الذي أصبح يعيشه مستخدمو هذه المؤسسة والذي أثر على نفسيات المستخدمين، توفير ظروف عمل لائقة حتى نحافظ على جودة الخدمات التي شاركنا في تحسين خدمات هذه المؤسسة سواء كجامعة وسواء كاتحاد مغربي للشغل، وكذلك حتى نضمن نجاح الأوراس الجديدة المستقبلية التي سيسند تدبيرها لهذه المؤسسة. الحضور ديالي أنا شخصيا هنايا عنده بزاف ديال المعاني، أولا للتعبير على تضامن الشغيلة ديال القطاع ديال الإعلام والصحافة والاتصال مع نضالات الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي. ثانيا للتعبير على تضامن ودعم الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي في نضالاتها من أجل تحقيق المطالب المشروعة لشغيلة هذا القطاع الحيوي بالنسبة لبلادنا. تحية القطاعات التي جاءت لتعبر عن تضامن عمال ومستخدمو وأطر القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. الأسباب اللي ادعتها ولا ادعاها الشريك الاجتماعي فهي غير صحيحة، اللي كيدعي الشريك الاجتماعي على أن هناك غياب حوار ما بين الشريك الاجتماعي وما بين الإدارة العامة فيما يخص ظروف العمل ديال المستخدمين، فهذا غير صحيح. وخير دليل على ذلك على أنه دائما الإدارة في حوار متواصل، والدليل على أنه آخر اجتماع اللي كان رسمي اللي دار ما بين الشريك الاجتماعي وبين الإدارة العامة هو 31 ماي، وكان بالمناسبة لتقديم أعضاء المكتب التنفيذي ديال الجامعة المنتخبون، لأن تم تجديد عبر الانتخاب، وكانت فرصة لتتمين كل ما تم التحقيق ديالو لحد ما تم 2017، والأخذ في المعالجة ديال الملف المطلبي المطروح من الشريك الاجتماعي اللي تم على إثره
تأسيس لجان مشتركة دي كوميسيون تيماتيك ثنائية الأطراف اللي كل لجنة تم التحديد ديالها والأعضاء ديالها والمواضيع ديال كل لجنة اللي غادي يتم التطرق ديال المعالجة ديالها. دونك الأمور كانت غادية مبرمجة في الوقت وتم الاتفاق بعد ذلك على أنه المواصلة ديال الاستئناف ديال العمل ديال اللجان ثنائية اللي غادي تعالج جميع المحاور اللي كتكون الملف المطلبي ديال الشريك الاجتماعي غادي يبدا فعليا في الدخول الاجتماعي ديال شتنبر اكتوبر 2018. إذن هاد المسار اللي تنقول لكم هنا ما كاينش فيه غوبتور ولا وقف ولا كذا او هذا في ان هاد السبب هذا غير صحيح. المسبب الثاني هو ديال مقدمي الخدمات من فئه الممرضين والاطباء، فهادو كالعلاقه اللي كتجمع هاد الفئه هادي مع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو كيندرج في العقد تقديم الخدمه بريستاتير دو سيرفيس اللي عنده الواجبات والالتزامات ديالو القانونيه والجبائيه، فهما هاد الفئه كتقدم حتى هي تدير كجميع مقدمي الخدمات عندهم التعريف الجبائي، عندهم انخراط في التاكس بروفيسيونيل وكيقدموا حتى هما التصريح بالمداخل ديالهم، وبعض منهم او ممكن في نفس الوقت يديروا الخدمه يقدموا خدمه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما انهم ممكن يقدموها لمؤسسات اخرى. باش نعرفوا مقدمي الخدمه يمكن يكونوا متقاعدين والقانون متقاعد ممكن يدير واحد الهيئة قانونية مستقلة وعلى أنه مقدم خدمات في متقاعد، ومتقاعدين تكون عندهم حماية اجتماعية وتغطية صحية، يمكن يكونوا موظفين في القطاع العام وكيجيو يديروا الفاكاسيون في القطاع العمومي أو الخاص، دونك تاعو تيكونوا. وكاين فئه اللي اكيد اللي كتندرج في الفئه اللي خرجوا القوانين ديال لي ترافايور نون سالاري واللي غادي تنطبق عليهم زعما حتى هما غيخضعوا في اطار العمال غير اجراء اللي حتى هو كاين زعما دي ديسبوزيسيون ليغال اللي كتمكنهم بالتدرج على انه تكون عندهم حمايه اجتماعيه وفي اطار الاجراء الغير ولا العمال غير اجراء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.